سريعة. السبب الأول هو عدم التخطيط للزواج. ما في أهداف واضحة. تقول للرجل الولد يقول أبا أعرس، تقول له بتعرس؟ لا بعد عرسون، كم عمري أنا؟ أقول له ما علي أنت، لا بتعرس يعني وش هدفك؟ قال كل اللي قد عرسه ويسألني لا بعرس. أقول له ما علي عرسه، بس أنت وش هدفك من الزواج؟ أم بأصيد منه هدف واضح ما عنده. هذه غياب الأهداف تخليني ما أخطط صح. إحنا في الإسلام الزواج لعدة أهداف، واحد منها المودة والسكينة. الله قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أول شيء ذكره لتسكنوا إليها. تسكنوا يعني وين؟ من السكون، من الاستقرار. واحد في حركة يروح يشتغل يتعب يجي تستقبل زوجته بأخلاقها ينسى تعبه، وإذا هو خلوق وهي مسكينة من الصبح للظهر تشتغل ودش عليها وقال لها كلمة طيبة راح التعب كله. سكون، استقرار. انزين بعد مودة ورحمة، تودني وودها وترحمني وارحمها. هذا إذا هدف لازم أنا أشوف مواصفات تناسب الهدف. الآن مثلا في هدف ثاني الذرية الصالحة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الإسلام يقول إذا هدف ذرية صالحة اختاروا لنطفكم، أنا أنصح نصائح حتى تنجح في الهدف. إذا هدفك الاستقرار عليك بالزواج من الودود، في الرواية الودود الضحوك، يقولون لي ترى هذه يعني كل اللي عاش إياها يقولون كلم عبسة يعني ما تبتسم وده. قال صراحة أنا عجبني شكلها، أنا باخدها. وبعدين يقول يا أخوك الواحد يمضي وحدة عاد تبتسم يا مبدين يا أخوك أنا تورط بها. قالوا لك، قلت أنت حليوة باخدها. يلا الحين والرواية نصحة ضحوك ودود. انجي للعكس، قالوا لها اللي متقدم ليش أخلاقهم كلهم غضوبين وكلهم يعني يصارخون وهاوشون. قالت يقولون غني، غني يعني كل سنة بيسفرني، غني يعني كل يوم هدية، شي يجبر شي باخده ولا فيها. وبعدين يجي تقول والله لو يصب علي الدنيا فلوس الكلمة الطيبة عندي أحسن، ما محصلتنها. مو احنا الاسلام نصحنا، قال تبي تتزوج خلي اهدافك واضحة وروح خدم نصايحنا في اختيار الشريك، انت رجل او امرأة اختاروا بهالمواصفات حتى تسعدون وتحققون الاهداف. فالسبب الاول عدم التخطيط وعدم الانتقاء الجيد، انتهينا من هالنقطة. النقطة الثانية ذكروا التفاوت في السن، واحد كبير ياخذ صغيرة، هذا مو محل ابتلاء زايد في البحرين، في دول ثانية على قدم وساق. السبب الثالث الاختلاف الثقافي والاجتماعي، بعض الأحيان هي مثلا شهادة عالية وتتفلسف على زوجها، وبعض الأحيان العكس، يعني كحين قال أنا وين ماخذ لي بيت بحاحير، زي البحار وش فيه حبيبي، يعني أنت الآن بالله عليك البحرين جزيرة كلها لها بحاحير وشهر شغلة شريفة وش فيها؟ ايه انا وين مستواي ماخذ لي بيت كذا؟ هذا الغرور يخلي المسألة فيها احتقار، والاحتقار يولد الكراهية. ساعات بالعكس، ساعات ماخذ لها واحد هي ترى نفسها احسن منه، هي شهادات وانسى عادي يعني موظف عادي وهي عندها منزل يعني منزلة كبيرة. يعني يوم الأيام جتني واحدة وجبت هالقصة في العشرة، جت واحدة تشتكي زوجها. انزين جت قعدت في المكتب تشتكي تحكي. أنا حين أبغى أشوف العيب في الزوج له خلصت، قلت له خلاص وصلت الفكرة، الخلل مو فيه، فيكي. شلون في يعني؟ كشكلش مهيمنة على البيت وعلى زوجش، ما تارك له مجال يقيد الأسرة، يشعر أنه رجال الأسرة. قالت تبيني أخلي شؤون الأسرة في هذا اللي ما يفهمه؟ قلت له الحمد لله تشخيصي في محله.
قلت له عدلي روحش يا بحبش، أما إذا كذي شعرت حقرينه وتأخذي مكانه ما بأكيد بينزعج. انزعجت وطلعت يعني طرشت لي رسالة بالواتساب قالت فاجأتني بهالكلام، أنا توقعت شي غير صراحة، كان جوابك مؤلم بالنسبة لي. قلت له خب الدواء مو حلو، دواء مر يعني كل دواء الوردية مو كل مريضة تعطون الدواء الوردي، أكثر الأدوية مر وكري. فهي يعني سكتت. الليل اللي مطرش رسالة جديدة مصورة هدية وقالت أنا اقتنعت بكلامك، صدق كلامك، أنا لي دور، أنا خلاص قررت أفتح صفحة جديدة واشتريت لزوجي هدية وخلاص منغير طريقتنا. وما جت عقب إن شاء الله يعني عرفت المعروف وعطت زوجها حقه في إدارة الأسرة. إذن الاختلاف في المستويات ساعات يكون سبب لهذا الإرباك. سبب آخر هو الفشل في الفراش، هذا أنا نشروا لي مقطع يتكلم فيه بالتفصيل في اليوتيوب، في اليوتيوب ما بكرر هني بعد، بس نعاد كل مرة نعرض روحنا للحرج في شرح الموضوع، موجود في اليوتيوب انتشر أزيد من 100,000 شافوه، يعني في الديرة ناس وايد شافوه. أخطر له إيه، جزاكم الله خير. ها ولا تهتم. شوف حبيبي، الفراش حق طبيعي يحتاجه الإنسان والحيوان، والحيوان يقاتل من أجله إذا منع، والإنسان أيضا يجاهد من أجله، يشتغل حتى يتزوج، وهي مستعدة تتزوج وتخدم وكذا حتى بس ما تبقى عانس. هذا الكل يحتاج، الطرفان يحتاجان. إذا ما حصلوا كل واحد منهم الإشباع بالحد الكافي في اللاشعور يتولد قهر على الآخر، بالتالي حقد. هذه زوجة إذا ما حصلت حقها وين تعبر؟ ما عندها إلا هذا حلالها. في اللاشعور تجاهها يكبر الغيظ، يكبر إلى يتحول لحقد. هو كذلك إذا يشعر أنه ما تعتني به يتحول إلى حقد. الكلام في المواضيع عند الناس عيب. القرآن الكريم في واحدة اسمها خولة، هذه المرأة قال لها زوجها كلمة، قال لها أنت علي كظهر أمي، هذا أوس بن الصامت قال لزوجته خولة أنت علي كظهر أمي، يعني يعني مثل ما أمي حرام علي أنت صنع حرام علي. هاي في الجاهلية تصير مين زوجته معلقة. الآن في الإسلام ما يدرون وش حكمهم. جت للنبي قالت لي يا رسول الله إني امرأة كنت شابة مرغوب فيها، الكل يتمنى يتزوجني، فتزوجني أوس بن الصامت، فلما نفرت بطني جبت أولاد وكبر سني ظاهرني، قال أنت علي كظهر أمي، وش حكمنا؟ يقولون النبي قال له لم ينزل علي قرآن، ما انتظر الوحي. قالت يا رسول الله لم يقل كلمة الطلاق، قال لم ينزل علي قرآن. قالت يا رسول الله إن لنا صبية إن ضممتهم إليه، هو ما يعرف ربي، ضاعوا، وإن ضممتهم إلي ما عندي فلوس، جاعوا. وإيش القرآن قال عن هالموقف؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي. هذه شنو تجادل؟ والله ما قال يا رسول الله قل لها عيب مرج الطالب هالشي عيب، لا، الله سجل قرآن يتلى ليوم القيامة حتى مو عيب، إن الله لا يستحي من الحق، حق اعطوا صاحب الحق حقه. احنا عندنا مشكلة في الفراش، اذا فشل سبب تصدع، يجونا مشاكل اسرية يحومون يحومون يقولوا اسباب واهية، يقول ما اسباب تقتضي الكراهية، تالي ينفتح الموضوع الحقيقي يتضح الاخفاق والفشل هنا في هالنقطة. وايش الفشل اللي يعني المنتشر؟ واحد هو أن لا يكون هناك تخطيط فلا يحصل لقاء. شلون؟ مثلا الزوج شغلته متعبة في كراج في ورشة في الشارع في الشمس إلى العصر، يجي متعب مجهد، يجي حارس زوجته، هي تقوم عقب ما ينام الأطفال تقعد تكنس البيت وتكوي لهم للمدارس، يقول لها يا بنت الحلال اكويش من وقت ما أعرف إلا إذا ناموا أولادك، مي حارس يجي نومه وينام،
ليلتين ثلاث ساعات، العكس ساعات هي تتعب في البيت أولاد كثيرين وحظي في القهوة ما يجي إلا واحدة تعبت نامت. فعدم التخطيط يمنع حصوله، هذا واحد. اثنين، بعض الأحيان يحصل بدون تهيئة. شلون بدون تهيئة؟ يعني هو يجي برائحة الشغل برائحة الورشة وكذا، ما يسبح، يقول واحد بدل ما يسبح ورد يغتسل اثنين في واحد، فهذا شيء مو طبيعي. هي كذلك إذا كانت في المطبخ وبصل وكذا ويجي تقول بعد مرة واحدة نفس الفكرة. هذه الروايات تطلب من الطرفين أن يكون في تهيؤ، تطلب هذا موجود. هاي اثنين. ثلاثة، بعض الأحيان يصير لقاء لكن اللقاء بلا مقدمات. الرجل ينظر إلى الشكل فيثار بالشكل، المرأة تحتاج إلى مقدمات، إلى لمس، إلى كلام، إلى أشياء الروايات ذكرتها. أذكر بعضها عن إمامنا عليه السلام: إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث، وفي رواية: فلا يعجلها فإن للنساء حوائج. فإذا هو يجي بدون مقدمات ما تتفاعل إياه، فهو يقول باردة ما تتفاعل جافة، وهي تقول هو جاف ما عنده مشاعر ما يقول شيء ما وصل ويريد يخلص. هذه الجهل بهذا الأمر يسبب فشل في التعاطي. فإذا فشل هي تكره اللقاء، إذا كرهت في اللاشعور ما تعطي حقه بنحو الطبيعي. انتهينا من هالنقطة. النقطة الأخرى أن مسألة الرجل ينتهي قبل المرأة، فإذا هو صار بس يفكر في نفسه هو حصل ما يريد وهي لم تحصل، هذا أيضا واجد نسوان يشتكون. النقطة الأخيرة هي اليوم زمن ردي، صار الشاب والشابة يطالعون أشياء ولقطات مي صحيحة، لقطات إباحية. الغريزة الجنسية مشكلتنا وياها تتشكل على ما يشكلها صاحبها. يجي واحد يطالع أشياء يجي يمارسها بعنف، يصير ما يستانس إلا بعنف. زوج دنبها دي تحصل يعني الضرب وتحصل العنف اللي أنت تتمناه. فهذا سبب أيضا. ساعات لا، أشياء قذرة. الآن أوروبا صاروا مثل بهائم في هالأمور، فينشرون لقطات أخس من البهائم، ويجي هذا يطلب الأشياء القذرة، فيصير بدل ما هو شيء محبب شيء مستقدر. فالخلل في إنجاح هذا الأمر يسبب تصدع في الأسرة. اسمحوا لي على التطرق لهذا الأمور. نجي إلى سبب آخر، ساعات يكون عدم الإنجاب يسبب مشكلة. أنا أعرف بعض العوائل انفصلوا الآن بعضهم بسبب عدم الإنجاب. يعني زوجة عندما تتحمل ختها حامل، تسمع ختها حامل ما تطلع من البيت، تقعد تصيح أي ختها بعد ولدت ما تزورها، ما تزورها، ما تتحمل تسمع واحدة جابت وهي ما جابت. فيعني إذا أنت السبب سرحها، كذي هي بتعيش لين تموتي في عذاب، خلت تأخذ واحد يجيب منها ذرية. فبعض الأحيان يكون هذا السبب. سبب آخر هو الجهل بطبيعة الآخر. إحنا الرجال والنساء بيننا فوارق، إذا ما نعرف الفوارق نقع في مشاكل. واحد من الفوارق أن الرجل إذا يركز في شيء بس يركز في هالشيء الواحد، المرأة لا تركز في أزياد من شيء. ما سمت شوف الرجال إذا يتكلمون، واحد يتكلم واحد بيتكلم يقول لا تقاطع له خليه يتكلم، لا ما نسمع اثنين احنا، لكن نسوان عادي ثنتين يتكلمون حتى في المقابلات التلفزيونية ساعات هذا يتكلم ما يتكلم. ليش؟ لان عندهم قدرة على ان يركزون في اكثر من شيء. تشوفها هي تفر في الغسالة ومجودة كم تلقم ولدها وهي تشغل مواعين، تقدر تسوي شغلات. فانا اذا اكلمها اقول لها ليش تحقريني؟ لا انا اكلمش، انت مشغوله بالهذا، اسمعك، هي تسمعني لكن خلني انا مجود سكروب واشتغل. جت بتسولف ما تشوفني اشتغل له، تسكت عادله، حلو غلطنا غير. فهذه اذا ما نعرفها تشوف احنا نختلف على شيء تافه. هذه نقطه. نقطه ثانيه من الفوارق، نقطه ثانيه في الكلام، الرجل أقل كلاما من المرأة. الآن يقولون موضع الكلام اللغة في ذهن المرأة مختلف عن الرجل، تركيبة الذهن. يقولون معدل المرأة تتكلم في اليوم شي الطبيعي 700 كلمة، الرجل 300، أقل من النص.
فإذا أنا أفهمها وتفهمني بتتحملني. أنا سافرت يا أحد الأخوة من وصلنا اتصل لزوجته وصلنا اليوم الباص كذي لو أبيض هو كان سكننا في منطقة كذي يعني ضل يفصل وياي في الغرفة فلان أنا قلت له زوجك تحبك لك قال واجد قلت له لأنك مرة في هالنقطة مرة تفاصيل ويش صار احنا نكتب واتساب السلام عليكم وصلنا بالسلامه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى طيب الطاهرين. هو لا اخذ التفاصيل. فالمراه قد تزعل من زوجها ما يسولف فيها واجد وساعات الرجل يقول هالداره. اذا كل واحد يعرف طبيعه الاخر تهدأ المساله. هي نقطه. النقطه الثانيه الثالثه ان في فرق في المشكله. اذا في مشكله صارت الأسرة مشكلة الزوجة تبي تفضفض وتبي تتكلم في المشكلة والزوج يبي يسكت ويسمع يعني ما يسمع يفكر. فهو حن صادت المشكلة وقعدوا يا بعض وهي وش حنسوي واحد مشكلة ها سكتي عادي بتعمي فوق شوي عادي سكتي خليه يفكر انت ما تبيني اتكلم ولا تبين. هو غير احنا الشيوخ يتصلوا لنا النسوان على مشكلة نفهمها من أول دقيقة لكن مع ذلك المكالمة تأخذ 20 إلى 30 دقيقة والسبب أن المرأة تبي تفضفض مو تبي حل أولا فضفضة. وإحنا الرجال إذا زوجتي تبي تفضفض أنا ما أدري رأسا نهجم. مثلا لو مثلا أنا في غيابي خلص الغاز تورطت المرأة ما تعرف الجيران ليرة جديدة أجي الظهر تقولي ما دريت اليوم خلص الغاز رأسا أنا لأن الرجل تعقلي رأسا ما أقول لها كان اتصلت إلى أخوي يجي ركبه تحمق هي أقول حمق أنا الأول جزات الخير أقول ليش المفروض تسوي كذي لأن أنا كنا أقول أنت غبية ما فكرتين شو سوي هكا هي تبي أقول لها ها خلص وش سويتين الله يساعدك أوه كذي ها تبي تفضفض له تبي حل من زمان الحل صار إحنا ما نعرف لبعض فنصطدم. إذا ما نعرف الفوارق نصطدم. بعد المرأة إذا يوم من الأيام اعتذرت لها في شغلها تقول ما شفت منك خير. إذا أنا ما أعرف طبيعة النساء بحمق بقول يعني تكفرين بها يعني أنا ما سويت خير وها وش. لا كل النسوان تقريبا حتى الروايات الشيعية والسنية تقول يكفرنا العشير يكفرنا الأزواج. هذه وقت غضب تفلت الكلمة تهدأ تقول لا ما تقصر بس اليوم أنت ما أدري وش فيك. هذه نقطة. إذا واحد عرف الطرف الآخر ما تصير مشكلة وش قدها. هذه نقطة انتهينا منها. بعد بعض الأحيان السبب في تصدع الأسرة وزوال الحب بينهما هو تدني الثقافة وفن إدارة الخلاف. اختلاف صار إذا هم يجيدون كيف يحلون الخلاف الخلاف إما يبقى على حجمه أو يتناقص ويزول. أما إذا ما عندهم خبرة في إدارة الخلاف الحبة تصير دبة سوش قدها. ساعات ما في خلاف. ذكرون مثال جبت قبل كم سنة يوم ناخد فن إدارة الخلاف الزوجي. ساعات أقول لزوجتي مثلا مفلان الليلة منزور الوالد تقولي لا نيا يوجع راس. قولي ما أحب أهلك أنا من أقول منزور بيت أبوي قلت نيا يوجع راس قولي هم باشرة ليش قوليها واحمق. تقولي زين انت ليش ما تتصل لزميلاتي في العمل تسألهم ام فلان اليوم وش فيها كلهم بيقول لك ياها وجع راس من الصبح. لان انا اذا بس ابي اسيء الظن وانظر للمسألة من تفكيري انا بصعد تصعيد شيطاني. طلع ما في مشكلة في واقعا هي مريضة باكر بتروح ياي. قالت لي أنا خفت أروح إياك وياي وجع راس وقعد ساكتة ومن يطالعوني ساكتة يقولون ويش فيكم متهاوشين أكف لانا شكلها اللي زعلانة ألا يقولون شي باكر نروح. فالمسألة ساعات بالهدوء يتضح ما في مشكلة. بعد ساعات السبب اقتصادي. شلون السبب اقتصادي؟ احنا عدنا في الرواية من شؤم المرأة غلاء مهرها. يعني أنا حين حبيت واحدة أم بيتزوجها قالوا إحنا ما بناخذ عليك واجد 2500 مهار و1000 طايح ونبي تسوي لنا الصالة الفلانية ب2000 ونبي كذي ما طلبنا شيء. قلت أنا حين هذه ما فوتها حليوة وروح أخدي قرض 12,000 دينار
وانا راتبي على قدي. زين فرحتي بهالخطيبة شهر شهرين راحت الفرحة، في 12,000 تخلص في شهرين قسطين بس، ها اقعد مدة راحت حلاوة العرس وباقي مرارة القرض والاقساط. اقول كل من هذه لو ما طلبت هالمطالب فشؤم عليها يحولش ضدها. هذا اللي نتكلم عن المهر فقط، اذا بنتكلم عن نفقة بعد سفرنا ابو فلان ما عندي اقترض خاطري وخواتي وكلهم وشداك وتلح تلح واروح اقترض واشوف روحي فاطس. انا بس اطاوع هذه، انا وين عقلي راح انقهر عليها. فهذا الوضع الاقتصادي ساعات يسبب متاعب للطرفين. بعد بعض الاحيان يكون الرتابه ما في تغيير في البيت، يعني الرتابه تسبب ملل طبيعي، طبيعي الرتابه تسبب ملل. يعني ساعات واحد لا اقل يغير في الاثاث في مكان الاثاث على اساس لا يعيش الرتابه، يغير في شكله، شكله يعني تسريحته في لباسه في شيء. هذا الواحد الان بعض النسوان تقول زوجي يفكر يتزوج، يقول له يصير لي 4 نسوان في على مستوى رعايته، انا 4 على مستوى تشكلين لي بتشكيلات مختلفه، شوفوا وش يرغب سوي لي تسريحه كذا، على اساس انه ما يفكر يمين وشمال. اذا يا حبيبي الرتابه مشكله. احنا جربنا اذا واحد سافر عن زوجته او سافرت هي، هذا الجلف في البيت ما اشوف الا يوم وليله، صاير قيس وليله، رايح شعر في واتساب وجاي نثر، ها كحين كلام جميل، واذا رجعت يوم واحد ثم يرجع الى سابق عهده. التغيير زين، التغيير يعني تغيير الحياه تجديدها جميل، يخلي الامور تتجدد. هذه اسباب بصوره سريعه.